في سياق بحث دور الإعلام الوطني في مواكبة رهان المملكة لإنجاح مونديال 2030، التأم أكاديميون وإعلاميون وخبراء في المجال الرياضي بطنطان، ندوة وطنية تندرج في إطار فعالية الدورة الرابعة لجائزة ودنون الوطنية الكبرى للصحافة والإعلام، وشكلت فرصة تقاسم خلالها الحاضرون دور ومكانة الإعلام في رفع التحديات وكسب رهان إنجاح حدث تنظيم المملكة لنهائيات كأس العالم 2030. حدث هو من الراهنية بمكان ومن الأهمية بمكان، حدث استضافة المغرب للأحداث الرياضية الكبرى في طليعتها كأس أفريقيا الأمم 2025 وأيضا كأس العالم 2030، وما يمثله هذان الرهانان من أهمية استراتيجية ومن حاجة إلى إعلام وطني قوي، باعتبار أن الإعلام هو واحد من الرافعات الأساسية لإنجاح أولا هذه الأحداث الرياضية الكبرى، ثم هو أيضا من الدعامات الأساسية لاستدامة نتمنى أن يكون طويلا. أعتقد بأنه شيء مهم جدا، وهناك وعي في الأوساط الإعلامية المغربية بأن أمامنا طريق طويل بعض الشيء، ويجب أن نبدأ من الآن في تطوير الأداء تحريريا وتقنيا وعلى مجموعة من المستويات لنكون في مستوى تحدي 2030. انخراط المغرب في هذا المشروع يعطي صورة على أن هذا البلد السعيد له القدرة على القيادة، هذا البلد سيتمكن من إحداث نقلة نوعية على جميع المجالات خصوصا الاقتصادية، التي بفضل مشروع تنظيم المونديال سنلحظ تطور كبير على مستوى البنية التحتية. المتدخلون خلال هذه الندوة أجمعوا على ضرورة تأهيل الإعلام الرياضي الوطني عبر تعزيز برامج التكوين والتأهيل المهني حتى يطلع بدوره كاملا في إنجاح هذا العرس الرياضي العالمي الذي سيحتضنه المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. المغرب الآن في حاجة ماسة للإسراع بالنهوض بالقطاع الإعلامي لنكون في مستوى الحدث وفي مستوى انتظارات سواء الجمهور المغربي في 2025 وأيضا في مستوى انتظارات الذين سيتابعون كأس العالم 2030، وهم ليسوا فقط من الجمهور المغربي إنما من العالم بأسره. مواكبة الإعلام ليس فقط مجرد عملية للترويج لتظاهرة، فهي أكثر من ذلك، فهو دعم ذاتي لتدبير الضغط الذي سيمارس حتما على مشهدنا الإعلامي. حرصنا هذا الموسم بحكم الأهمية التي أصبحت تكتسيها هذه التظاهرة الوطنية على تسطير برنامج متكامل بحضور زخم من الأسماء والمؤسسات والتنظيمات المهنية من داخل وخارج المملكة، حرصنا على برمجة ندوة وطنية تلامس موضوع آني دور الإعلام الوطني في مواكبة رهان المملكة لإنجاح مونديال 2030 بحضور كوكبة من كبار الإعلاميين. هذا وعرفت هذه الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة قلميم تكريم شخصيات إعلامية ورياضية وأكاديمية مرموقة.